تعالوا نروح قبل ما نتكلم على المباراة، نروح لمراسل قناة الأهلي الزميل محمد توفيق يطمننا على أحوال الفريق في مقر الإقامة قبل التحرك لملعب مباراة. مساء الخير يا محمد. مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي لحضرتك كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تجدد اللقاء وجوله جديده من جولات الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي ومودرن سبورت، مباراه مؤجله من الاسبوع 17 من الدوري المصري الممتاز، مباراه في غايه الاهميه والصعوبه خاصه في ظل يعني سعي النادي الاهلي لمواصله سلسله انتصاراته والسعي خطوه للامام نحو لقب الدوري العام او قمه المسابقه للحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي وال44 في تاريخه. على الجانب الاخر، نتائج اكثر من رائعه في الفتره الاخيره لمودرن سبورت، اخر خمس مباريات محقق الفوز في اربع مباريات، واحد من اقوى خطوط الدفاع في الدوري المصري، كمان معاه جهاز فني عالي جدا. فاعتقد ان احنا هنشوف مباراه كبيره النهارده ما بين فرقتين كبار، وان شاء الله يكون الفوز في النهايه لفريق النادي الاهلي. يمكن طبعا الاستعداد بشكل كبير جدا لهذه المباراه من كابتن ايمن، كان في يعني زي ما بنقول كده ضغط شويه. انت على طول بعد مباراه بيراميدز يوم الجمعه كان في تدريب على طول يوم السبت، كان عباره عن تدريب استشفائي وعلاجي للاعبين اللي خدوا مباراه بيراميدز بشكل اساسي. بقيه اللاعبين خدوا مران قوي جدا، طبعا سبق المران كان محاضره فنيه ومحاضره فيديو لمستر مارسيل كولر مع اللاعبين، اتكلم عن كل ما يخص مباراه بيراميدز فنيا، سواء الحاجات الايجابيه او الحاجات السلبيه عشان يصححها في التدريبات المتتاليه. الفريق كان يوم الاحد اجازه، بالامس الاثنين كان اختتام الاستعدادات، كان تدريب قوي جدا، ابتدى بمحاضره فنيه واجتماع مع اللاعبين لمستر مارسيل كولر، اتكلم معاهم عن كل النقاط الفنيه اللي تخص مباراه اليوم امام مودرن سبورت. من بعدها كان تدريب بدني قوي جدا شارك فيه كل اللاعبين. بالطبع بعدها كان بعض التدريبات الفنيه، مستر مارسيل كولر كان مركز على بعض الجمل الخططيه سواء دفاعيا او هجوميا، واختتم المران بتقسيمه مصغره كانت ما بين اربع فرق من اللاعبين. بعدها على طول اعلن قائمه من 21 لاعب جاءت الى هنا والى فندق الاقامه، احد الفنادق القريبه من استاد القاهره اللي هتحتضن مباراه اليوم ان شاء الله في تمام التاسعه مساء. الفريق اول ما وصل على طول تناول وجبه العشاء، كان في بعدها محاضره او قعده كده ما بين اللاعبين والجهاز الفني، اتكلموا عن المباراه والتحفيز لمباراه مهمه في مسابقه الدوري العام. من بعدها خرج الجميع للراحه اللي ابتدوا بقى يومهم النهارده يوم المباراه بشكل مبكر. تناول وجبه الفطار الساعه 11 الصبح، الساعه 12 كان التدريب الخفيف في فندق الاقامه اللي اعتدنا عليه مع مستر مارسيل كولر على طول قبل كل المباريات. تناول وجبه الغداء كان في تمام الخامسه مساء. حالا وانا مع حضرتك دلوقتي المحاضره الفنيه واخر اللمسات على خطه المباراه، نتمنى ان مستر مارسيل كولر يكون موفق في اختيار الاستراتيجيه والتشكيل الامثل، ويكونوا كمان اللاعبين موفقين داخل المستطيل الاخضر. طبعا ابرز النهارده ملامح قائمه النادي الاهلي في المباراه هي عوده محمود كهربا وبيرسي تاو اللي كان غايب منذ فتره طويله للاصابه، وطبعا غياب عمرو السوليه للاصابه، احمد عبد القادر وعمر كمال عبد الواحد. نتمنى التوفيق باذن الله لقائمه اللاعبين الموجودين، يقدموا مباراه كبيره، يحققوا ثلاث نقاط، وان شاء الله تبقى خطوه كبيره جدا نحو لقب الدوري الممتاز. كمان النهارده بنتمنى التوفيق لطاقم التحكيم بقياده كابتن محمد عادل على حكم ساحه، وطبعا على تقنيه الفي ار كابتن محمد بسيوني، ان شاء الله يقدموا مباراه كبيره يدوا كل فريق حقه، وفي النهايه تخرج المباراه الى بر الامان بفوز النادي الاهلي اضافه ثلاث نقاط قويه. ان شاء الله لحظات ونتحرك نحو استاد القاهره. دعواتك كابتن ايمن ودعوات كل جماهير النادي الاهلي باداء مباراه كبيره، تحقيق ثلاث نقاط وخطوه مهمه جدا نحو لقب العام الثاني على التوالي وال44 في تاريخ النادي الاهلي. دي كانت كل اجوانا وكاليسنا هنا في فندق الاقامه. كلمه ليك كابتن ايمن، مزيد من المتعه والتحليل والاداء الجميل في الاستوديو التحليلي. اتفضل كابتن ايمن.